ايوه هذا دكان ما شاء الله. ماذا يبيع فيه؟ الله المستعان. هذا هو الدكان في فيتنام لكن في القرية هذه. وش هذه الشهادات؟ شهادات يعني تفوق ولا ايش؟ نعم تفوق مسابقة هناك كرة قدم. هذا للأولاد صاحب الدكان. ليس أولاد للكبار أيضا. حتى للكبار. الله المستعان. يعني يبيعوا هذه الأشياء؟ لا ليس للبيع. ها ليست للبيع. ها هذه تفوق كانت من. وهذا الدكان مع هنا هذه ملابس أيضا مع شرب الشاي. ما شاء الله دكان متكامل هذا. هذا أصدقائنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله.